بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة: نرجو نبذة بسيطة عن الفرق والجماعات ومن منهم يخالف أهل السنة والجماعة. وكنا قد أرجعنا التعليق على هذا السؤال وأحلناه إلى هذه الحلقة بإذن الله. نقول إن الحديث عن الفرق واختلافها لا بد أن يسبقه الحديث أولاً عن أهل السنة والجماعة. الامتداد الطبيعي، التدفق الطبيعي لنهر الإسلام الأول، الامتداد الطبيعي لجماعة المسلمين الأولى، الإطار الأسبق للشرعية، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا عرف هذا فكل ما عداه إنما هو فرق أو هي فرق تساقطت من على جنبتي الصراط المستقيم. ثمة صراط مستقيم وثمة فرق تساقطت من هذه الناحية أو من هذه الناحية. نعم، فخليق بمريد النجاة أن يتعرف على قارب النجاة، كيف يسلك طريق الهدى إذا مرج الدين، إذا اختلطت الأهواء، إذا غامت الرؤى، إذا جاء زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون ويؤتمن فيها الخونة ويخون فيها الأمناء ويتكلم الرويبضات التوافه من الناس الذين يتكلمون في الأمور العامة. إن خليقا بمريد النجاة والهدى في ظل هذه الأجواء الملتبسة المسمومة أن يتعرف على طريق النجاة، على صراط الله المستقيم. وسبحان الله، لأمر ما يقول الله جل جلاله في آية مكررها بعدد ركعات صلواته: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقول بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فبين صراط المستقيم، الصراط المستقيم، بأنه مخالف لصراط المغضوب عليهم ومخالف لصراط الضالين. أيضا قول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إن للمؤمنين سبيلا، لا تعرف مشاقة الرسول من مخالفة سبيل المؤمنين. ولهذا جاء في آية أخرى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فثمت سبيل المؤمنين وثمت سبيل المجرمين. أهل السنة والجماعة الامتداد الطبيعي لجماعة المسلمين الأولى لا تحتاج إلى أن تتميز باسم ولا برسم ولا بشارة ولا بعبارة. كل مولود في الإسلام وهو مولود على الفطرة، الأصل أنه منتسب إلى أهل السنة والجماعة، الأصل أنه منتسب إلى جماعة المسلمين الراشدة، حتى يعلن مفارقته لها ومباينته لها وخروجه عنها باسم أو رسم، حتى يتميز وحتى يخالفها مخالفة معلنة ظاهرة. وبالمناسبة، فيه ضابط لتكون الفرق. متى تكون الفرقة فرقة؟ إذا تحزبت على أصل كلي بدعي يخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. كيف خرجت الخوارج؟ كيف أرجأت المرجئة؟ كيف اعتزلت المعتزلة؟ كيف رفضت الرافضة؟ كيف تجهمت الجهمية؟ كانوا كذلك لأنهم تحزبوا على أصول كلية بدعية
تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني الخوارج تحزبوا على بدعة التكفير بالمعاصي، أصل كبير من أصولهم. يقولون إن الإيمان هو جملة الفرائض وهو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمن أسقط فريضة فقد أسقط إيمانه كله، من ارتكب محرما فقد أذهب إيمانه كله. فتحزبوا على أصل كلي وهو بدعة التكفير بالذنب التي انبثقت من أصل يقول إن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وهذا الأصل مغلوط. أحيانا الكلام هذا يستخدمه بعض الدعاة في سبيل الرحمة، رفع الهمم وسحب العزائم، وأن الإيمان تقبله جملة أو ترفضه جملة، كلام جميل، لكن عند تحرير المسائل بدقة ينبغي أن ينتبه، لأن هذا الكلام خطر وقد يفضي إلى أن تزل بك القدم في بدعة التكفير أو بدعة الإرجاء والتجاهل. الإيمان ليس شيئا واحدا، الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، الإيمان يتفاوت ويتبعض ويزيد وينقص. ولهذا في حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى من كان في قلبي وزن حبة وزن شعيرة، من يتفاوت ويتبعض ويزيد وينقص. والإيمان شعب، 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان منه إيمان مجمل الذي لا بد منه لثبوت عقد الإسلام، وله أصلان: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. فيه الإيمان الواجب، فعل الطاعات وترك المحرمات. فيه الإيمان الكامل بالمستحبات، فعل المستحبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات، وكل هذه درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأي خدش في الإيمان الواجب بترك فريضة أو بفعل محرم يدخلنا في إطار الظالم لنفسه، وأصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. مرة ثانية نرجع إلى الحديث عن أهل السنة والجماعة، لأن إذا تبين هذا، إذا تبين الصراط المستقيم، سهل عليك بعد هذا أن تشخص أي ظاهرة مرضية. الفرق ظاهرة مرضية في تاريخ الأمة، ظاهرة مرضية في جسد الأمة. الاستقامة على الصراط المستقيم هذا هو، يعني هذا هو معيار السلامة، معيار المرض التساقط من جنبتي هذا الصراط المستقيم الراشد. يبقى خلينا نقول، يعني نتابع ما هي ملامح الصراط المستقيم، ما هي يعني أصول الضابط لهم. نعم، قال أولا: اعتصامهم بالكتاب والسنة، وهم يدينون بمرجعية الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة، فلا يقدمون بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بمواجيدهم بين يدي الله ورسوله، لا يرفعون صوتهم فوق صوت رسول الله، ولا يرضون ذلك من أحد من الناس كائنا من كان. الحكم الأعلى عندهم، الحجة القاطعة عندهم، والوحي الأعلى المعصوم: الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. لا عصمة لأحد عندهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمجموع الأمة، ليس لأئمة المعصومين كما يقول الشيعة والرافضة، بل لمجموع الأمة، فإن الله قد عصم مجموع هذه الأمة أن تجتمع على باطل
أو أن تجتمع على ضلالة. فما أجمعت عليه الأمة من فهم دينها كان هو الحق الذي لا معدل عنه. وبالمناسبة ده معيار مهم جدا. من جعل الآن بفكرة جديدة ليس لها سلف فإنها ترد ابتداء إذا كانت مخالفة لما استقرت عليه الأمة عبر القرون، إذا كان يضلل بها ويسفه بها ويجهل بها من سبق من أئمة المسلمين. معيار في منتهى الأهمية، ضابط في منتهى النصاعة والقوة. يأتيني واحد يقول لي عند مثلا في السبعينات عندما ظهرت بدعة التكفير بالذنب وظهرت بدعة القول بالتوقف وإن الناس اختلط فيهم المسلم بالكافر، فلا نستطيع أن نشهد بالإسلام لأحد من الناس، فتوقفوا في إسلام جماهير المسلمين وتوقفوا في الصلاة في مساجدهم. بحثنا في كتب الفرق وجدنا أن هذا الكلام لفرقة الأخنسية الثعالبة، إحدى فرق الخوارج. يبقى معنى هذا يا رعاك الله، بمجرد أن تشخص الحالة على هذا النحو الفكرة تسقط من غير الدخول في تفاصيل. يعني فكرة تضلل بها من سبق من المسلمين قاطبة، تضلل بها من سبق من الأمة قاطبة، وتزعم أنك أنت الذي هدي إلى أمر لم يهتدي إليه أحد من الناس، هذا يعمل لك ألارمينج، يعمل لك تنبيه، جرس إنذار، جرس إفاقة. لأن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة. كنا في واشنطن، كان أحد الناس يقول أنا عندي تفسير لقضية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، تفسير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب تفضل ما هو؟ فقال الزاني اسم فاعل يدل على التمكن، يعني من كتب كلمة في حياته لا يقال له كاتب، من قال بيت شعر واحد في حياته لا يقال له شاعر. إذا من زنى مرة واحدة أو سرق مرة واحدة لا يقال له زاني ولا سارق. إذا هذه العقوبة إنما تكون على البروستيتيوشن، على الدعارة، على احتراف الزنا، محاولة لتقريب الموروث الإسلامي من الوافر الغربي. المجتمعات الغربية تبيح الزنا وتجرم الدعارة، بيع الجسد، تحويل الجسد إلى سلعة. فأراد أن يقول إن القرآن أيضا كذلك لا يتكلم في عقوبته عن من زنى مرة ولا على من سرق مرة، على من صار له ذلك مهنة وحرفة وعادة. سؤال بسيط بعيد عن أي تعليق آخر، من ذا الذي سبقك إلى القول بهذا من أئمة العلم والدين على مدار القرون؟ هذه المكتبة الإسلامية أمامك صفحة مفتوحة، دلنا على شخص واحد قد سبقك إلى هذا القول حتى نصدقك. فإن وجدت ولم تجد، وهيهات هيهات، فاعلم أنك مفتتح لباب ضلالة. أتريد أن تقنعنا أن الله قد أغلق فهم آية من كتابه على أمة محمد كلها طوال هذه العقود والقرون المتعاقبة من الزمن حتى جئت أنت فأنار الله بصيرتك وفتح عليك بما لم يفتح به على الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو أئمة الفقه أو أئمة الحديث أو أئمة التفسير؟ طمس الله بصائرهم جميعا إلا بصيرتك، أغلق الله عقولهم جميعا إلا عقلك. أتريد أن نلغي عقولنا وأن نتبع؟ لا مجال لحوار مع من يسوق المسألة على هذا النحو ومع من يفلسفها بهذا المنطق. إيه الوسطية؟ أبرز معلم أهل السنة الوسطية تتجلى في الاعتقادات والعمليات جميعا. السنة في الفرق، انتبه إلى هذه القاعدة، السنة في الفرق كالإسلام في الملل، كما أن الإسلام وسط بين غلو وتفريط من سبقه من الملل المحرفة، فإن السنة وسط كذلك بين غلو وتفريط أهل الأهواء. فأهل السنة وسط في جميع مسائل أصول الدين ما بين الغلاة والجفاة، فإن الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
في باب صفات الله عز وجل أهل السنة يقولون إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، فهم وسط بين أهل التمثيل أهل التجسيم والتمثيل وأهل التعطيل الذين نفوا صفات الله عز وجل. في باب الأسماء والأحكام وسط بين الخوارج الذين كفروا المسلمين بكل ذنب وبكل معصية، وبين الجهمية أو المرجئة الذين قالوا لا يضر لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإسلام معصية. فمن ارتكب المعاصي جميعا فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، غلو وشذوذ وشفاء وانحراف. أهل السنة قليلا، أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يتفاوت ويتبعض، أصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. وده مثال والأمثلة على هذا كثيرة حتى لا يستغرق سؤال واحد الحلقة كلها. انتسابهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع النبي محمد، لا نعرف متبوعا ولا محبوبا ولا مطاعا طاعة مطلقة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وجل الفرق إنما تنتهي إلى شخص في نهاية المطاف، الرافضة يعني ينتسبون إلى جعفر الصادق، والخوارج ينتسبون إلى من ينتسبون إليه من زعمائهم ورؤسائهم وقواد، فقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب كان لهم رجالهم الذين ينتسبون إليه إليهم، المرجئة يعني كذلك، الرافضة كذلك، المعتزلة كذلك، فما من أحد من هؤلاء إلا وله في طائفته من ينتسب إليه، لكن أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا ينفي الانتساب إلى بعض مدارس الفقه، وهذا مالك الشافعي، لكن مالك والشافعي ما هو إلا وسيلة نتعرف من خلالها حكم الله وحكم رسوله. إن الله لم يبعث لهذه الأمة نبيا إلا محمد، ولم يضمن لأحد العصمة إلا له، ولم يوجد أن يتبع أحد اتباعا مطلقا إلا هو، وكل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبرز معالم وسمات أهل السنة دخولهم في السن كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السجن كافة، يجمعون الدين كله، يحوطونه من جميع جوانبه، يقرون بالإسلام عقيدة وشريعة، يؤمنون به دينا ودولة، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما فعل أهل الكتاب من قبله، لا يؤمنون بالله خالقا ويكفرون بالله هاديا وآمرا وناهيا كما تهذي بذلك بعض الثقافات العلمانية المعاصرة، لا يرددون المقولة النصرانية دعما لقيصر لقيصر وما لله لله كما يدعو إلى ذلك دعاة الفصل بين الدين والدولة، بل دعاة الفصل بين الدين والحياة، بل يقولون إن قيصر وما له لله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله والأمر كله لله. وهم في الجملة لا يكونون كمن قال الله فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكن مسألة مهمة، شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية العمل، شمولية الدعوة لا تعني بالضرورة شمولية الحركة، فالحركة والعمل تحكمها ضوابط القدرة وغلبة المصلحة، وتختلف مساحتهما من وقت إلى آخر تبعا لاختلاف المتاح والممكن. أما التصور أو الاعتقاد فلا سلطان لأحد عليه، لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب، فيجب أن يكون الاعتقاد جازما في جميع الأحوال. بعد هذه التطوافة مع أهل السنة والتعريف الذي أراه ضروريا بهم، يعني نقول إن من أصول الفرق الخوارج،
أول الفرق خروجا عن السنة والجماعة. صحابة ناظروهم، قام حجت عليهم، تاب بعضهم، ومنهم من لم يتب، وقتلوا ومزقوا في الأرض شرا مزقا. الشيعة، التشيع الغالي مرده إلى عبد الله بن سبا اليهودي، ومن أظهر مقولات غلاتهم سب الصحابة والطعن في دينهم وفي عدالتهم، والطعن في إمامة أو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والقول بالنص نص على علي بأن يكون الخليفة والإمام من بعده، وأن الصحابة تواطوا على كتمان هذا النص وعلى جحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بهذا استحقوا السب والطعن والتفسيق والتكفير، سلسلة من الضلالات والانحرافات ولا تزال إلى دنيا الناس. ونسأل الله أن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فكرة القدرية، المنكرون للقدر الذين يقولون لا قدر وإنما الأمر عند، يعني لم يسبق كتابة الله للمخلوقات ولم يسبق تقديره لها، وإنما الأمر عند، الأمر مستأنف، وهم يظنون بهذا أنهم يعني يحرسون أو يحققون عدل الله عز وجل، لأنهم يقولون إذا كان قد كتب عليه الكفر سلفا فكيف يحاكمه عليه كيف يدخله به النار، فسموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل. والرد على هذا مستفيض جدا وواضح جدا، يطلب في مظامه، لأن العدل، لأن العلم سابق صفة تكشف بها الأشياء وليست صفة مؤثرة في الأشياء. الله جل وعلا خلق الإنسان سميعا بصيرا، زوده بأدوات التكليف من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم أتاح له حرية الاختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا جل جلاله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أقواله وعدلا في أحكامه جل جلاله. يعني بعد هذا ظهرت الجهمية وما قالوا به من بدعة إنكار الصفات، ظهرت المعتزلة وأصحاب التحسين والتقبيه العقليين والقول المنزلة بين المنزلتين، تفاصيل كثيرة. الحمد لله، أرجو أن يكون الموروث العقدي والفكري لهذه الفرق آخذا في الاندثار. والحقيقة ظهرت فرق جديدة بأصول جديدة، ظهرت دعاة القومية، دعاة العلمانية، دعاة الحداثة، دعاة التنوير. أنا أعتقد أن مثل هذه الفرق ينبغي أن تتجه الهمة إلى دراستها، إلى تفنيد أصولها، إلى إزالة الالتباس وما تثيره وما ترويه حول مبادئها، في محاولة لتضليل الأمة بها كأنها آبار من محيطات تضخ شبهات في الأمة لا حد لها. أعتقد أن الجهود ينبغي أن تحشد لمعالجة هذا الزيغ والزلل الجديد في إطار قاعدة كنت عبرت عنها قبل 30 سنة. نعم، كنت أقول سلفية المنهج عصرية المواجهة، نستخدم أصول المنهج السلفي في مواجهة ومقاومة الانحرافات الفكرية والعقلية المعاصرة. بنفس أصول المنهج السلفي أستطيع بإذن الله أن أقاوم به دعاة العلمانية، دعاة الليبرالية، دعاة الحداثة بمفهومها الباطل، التنوير بمفهومه الباطل، دعاة القوميات الذين عقدوا الولاء والبراء على أساس الجناس والألسنة والقبائل والأعراق ونحوها، بعث للجاهلية في ثوب جديد وبعبارة جديدة، حتى قال أحد الغربيين إن الليبرالية والفاشية والاشتراكية والديمقراطية والقومية والعلمانية
كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها أتباعها في الشرق الأوسط وألبسوها ثيابا عربية، وإن الصوت الإسلامي هو الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة، والذي يعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له الانتصار حتى الآن، إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. هذا هو ما تيسر إيراده بالتعليق على السؤال الأول، وعذرا على الإطالة، وأرجو أن يكون في هذا القدر كفاية وإفادة بإذن الله تعالى، وألا نكون قد جرنا على حق أو حقوق أصحاب الأسئلة الأخرى. إن شاء الله ننتقل بعد هذا إلى السؤال التالي ونواصل إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على يعني أن نحيط أو أن يعني أن نجيب على أكبر قدر من الأسئلة في لقائنا هذا بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. السؤال الثاني أبحث عنه ونصل إليه إن شاء الله مباشرة. السيدة الكريمة تقول: زوجي طلقني 3 طلقات بوثيقة طلاق، إحداهن كانت الطلقة من غير قصد أن يوقعها، ما طلعت معه هيك هكذا تقول، ما الحكم؟ هل في رجعة؟ نقول لها: يا أمة الله، الله جل جلاله يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي مرتان، ولهذا قال بعدها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي ذلك الزوج الجديد، فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. ومن ناحية أخرى: فإن صريح الطلاق لا ينوى صاحبه. قالت زوجتي: أنت طالق. لا يصح أن أقول له: ماذا نويت؟ هو قال: أنت طالق. لقد قام لفظه الصريح مقام النية، أعلن عن نيته في صراحة لفظه. النية يبحث عنها ويبحث فيها في الطلاق الثنائي. لو قال: خلاص اللي بيننا انتهى، انتهى يصدق، يحتمل الحب، يحتمل العشرة، يحتمل التاريخ، ويحتمل العلاقة الزوجية انتهت. يبقى نستفسر منه: ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ قال لها: لم هدومك وروحي بيت أبوك. هذه الكلمة كلمة ملتبسة محتملة، الحقي بأهلك. لقد قالها النبي مرة فكانت طلاقا، وقالها أحد أصحابي فلم تكن طلاق، كعب بن مالك عندما قال لزوجه: الحقي بأهلك، لم يقصد أن يطلقها، لما قصد أن تلحق بأهلها، أن تقيم عندهم حتى يقضي الله في أمرهما طلاق، حتى يبين الله في أمرهما بيانا شافيا نهائيا. الكلمة تحتمل طلاق وتحتمل عدمه، فهنا يبحث عن النية. أما من قال: أنت الطالق، فلا مجال للبحث عن النية. لكن يا أمة الله، أرجو أن تتابع الأمر مع مفتي محلي مخالط لك عن قرب، يبحث في تاريخ الطلقات الأولى والثانية والثالثة، ربما يجد أن واحدة منهن كانت طلقة بدعية في حيض أو في طهر قد جمعها فيه، فلعله يستدعي القول الفقهي الذي يرى عدم وقوع الطلاق البدعي إنقاذا لهذا البيت من الخراب. نحن في مجمع فقهاء الشريعة لا نقول به إلا في المضايق، إذا كنا أمام حالة إن لم نتبنى هذا القول، البيت العش سوف يهوي على رؤوس ساكنيه. في هذه الحالة يسوغ الإحالة إلى القول الآخر وإن كنا نعتقده مرجوحا. فيعني مبدئيا أرجو أن تتصل بالمفتي القريب ليسمع القصة بتفصيلاتها، ويسمع حكايات الطلاق كلها الأول والثاني والثالث. ربما تكون طلقة من هذه الطلقات كانت في حالة إغلاق، لا طلاق في إغلاق، شدة الغضب ومنتهى. إذا كان الطلاق قد وقع في إغلاق، الإغلاق مش مجرد واحد متنكد ولا واحد مش شارب شاي فمزاجه متحكم، لا،
الإغلاق يعني فقد الإدراك وفقد الإملاك، لا يدرك ما يقول ولا يملك ردود أفعاله. كان قد بلغ به الغضب هذا المبلغ فلا يقع طلاقه، فأنصح بالمتابعة مع مفتي المحل القريب بارك الله فيه. السؤال الثالث يقول: أنا طبيب مصري أعمل بالخليج منذ فترة، واشتريت قطعة أرض سكنية لا تنتج، لا يمكن بناءها. الآن سأرجع إلى بلدي، معي مبلغ من المال، لو أنفقت منه نفد بسرعة، ولا أحسن التجارة، ولا أستطيع دفعها لزيد أو لعم ليتاجروا لي بها لفساد ذمم الناس، فليس لي عندي ثقة بهم لتجربتي معهم. طيب ماذا، ما هو المطلوب، ما هو السؤال؟ هل يجوز أن أضع المال في أحد البنوك، بنك فيصل، البنك الأهلي، بنك مصر كوديعة، وآكل من ريعها وأنفق على أولادي؟ يا رعاك الله، لقد جمعت بين الطيب والخبيث. نعم، يجوز لك أن تودعها في مصرف إسلامي وليس في مصرف تقليدي، بنك فيصل، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي. نعم، إن لك أن تودعها في مصرف إسلامي، والأصل في المصارف الإسلامية أنه إذا أعلنت عن هويتها الإسلامية واتخذت لها هيئة رقابة شرعية، الأصل أنه يجوز التعامل معها، إلا إذا بلغك من الثقات من أهل التخصص عن معاملة بعينها أنها لا تحل، فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على أصل الحل، فلا تخلط بين، فلا تجمع التقليدي والإسلامي في سلة واحدة، بل اعمد إلى ما عندك من مال، ضعه في بنك إسلامي، وأسأل الله أن يبارك لك في وديعتك، وأن يثم لك ما يقوم بحاجتك إن شاء الله. وقد ذكر لنا من ذكروا من المتخصصين أن بنك أبوظبي الإسلامي لعله أرجى هذه البنوك للخير أو أقربها إلى المشروع. سؤال بعد هذا تقول: أنا زوجة في الأربعينات من العمر، تزوجت من 24 عاما من زوج يستخدم العنف والإهانة، وصلت من 3 سنوات أي بعد 21 عام بقرار من المحكمة في كندا، أعيش في كندا من 11 عام، وقبل كده عشت في السعودية حتى 14 عام، لم أحصل إلى الآن، وبعد 3 سنوات انفصال على الطلاق المدني أو الحقوق المدنية في كندا. وطلبت الطلاق الشرعي من سنين ورفض الزوج لأنه يريد أن يتركني معلقة حتى لا أستطيع الزواج وأتنازل عن حقوقي مقابل الخلع. وتقول: الله هو الذي يعلم ما تأثرت به وما تحملته من هذا الزوج من ضرب وإهانة وعدم استطاعتي أخذ حقوق الشرعية كزوجة. سؤالي: هل ينفع الخلع؟ هل لو قدمت على الخلع وحصلت عليه يؤثر على حقوقي المدنية؟ مع العلم أنه لم يدفع لي في كندا إلى الآن نفقة لي أو الأولاد، وفي انتظار حكم المحكمة لإلزامه بالدفع. أنا عندي يعني التباس عندما قرأت هذه المسألة. هل سيدتي صاحبة السؤال حصلت على الطلاق المدني من المحكمة المدنية أم لا؟ إن كانت قد حصلت على الطلاق المدني من المحكمة المدنية في كندا فأمرها يسير، تأتي بوثيقة الطلاق المدني إلى أقرب مركز إسلامي وترفع إليه يعني قضيتها، وهناك مراكز إسلامية تتولى التحكيم في مثل هذه الخصومات والمنازعات، والمركز الإسلامي ينظر في الموقف يكيفه حسب ما يريه الله عز وجل، فقد يراه خلعا أو تطليقا للضرر. الخلع معناه الخلع معناه أن امرأة قد بطرت معيشتها، وأن زوجها قائم بحقوقها جميعا، وأنه لا يعتب عليه في خلق ولا دين، لكنها بطرت معيشتها أو كرهت عشرته، لا تطيق رائحته، شكله، طوله، عرضه، لونه، لأي سبب. لكن الرجل ومعيارنا إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يبقى لا نجمع عليه بين مصيبتين، يعني خراب البيت وفقد المال. إن أردت أن تفارق الزوج رد إليه ما أخذه منك من مال، وإما أن يخلعك أو أن تخلعك المحكمة في بلاد المسلمين أو المركز الإسلامي خارج بلاد المسلمين.
اما اذا كنت لم تحصلي على الطلاق المدني، يا امه الله احنا عندنا مشكله، نحن لسنا دوله داخل دوله، لا نستطيع ان نتدخل للفصل في نزاع بين زوجين لا يزالان زوجين امام الاوراق الرسميه وامام القضاء المدني وامام الحكومات الرسميه. تحل العقد المدنيه للزواج اولا، فاذا جاءتنا وثيقه الطلاق المدنيه استطعنا ان ننظر فيها وان نبني قرارنا بناء عليه. طبعا هذه الوثيقه لو صدرت من دوله اسلاميه فهي وحدها كافيه، انما يعني لماذا لنا دور في الغرب بعد الطلاق المدني؟ لان الوثيقه المدنيه الغربيه للتفريق بين الزوجين للتطليق تحل العقد المدنيه للزواج ولا تحل العقد الشرعي، لان القاضي غير المسلم لا يملك ولايه انهاء عقد الزواج بين مسلمين، وبيحل الجانب المدني ويبقى الجانب الشرعي نتولاه نحن في مراكزنا الاسلاميه من خلال هيئات تحكيم موثقه لايسنس لها يعني ترتيبها القانوني والاداري المحكم باذن الله عز وجل. فلا باس يا سيدتي ان المركز الاسلامي يقدر يا ترى حاله خلع ولا حاله تطليق للضرر، الفرق بينهم ان كانت تطليقا للضرر لك حقوقك الماليه كامله وتقدري تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانتزاع حقك الشرعي، طالما ان هو ابى ان يبذل لك حقوقك استدعي سلطان المحكمه المدنيه لانتزاع حقك الشرعي لكن خذي حقك ولا تزيدي. اما ان كنا امام خلع وليس تطليقا للضرر فيلزمك شرعا ان تردي اليه ما بذله لك من صداق وينتهي الامر عند هذا الحد. واسال الله جل وعلا ان يطفئ هذه النار الموقده وان ياخذ بنواصيكما لما يحب ويرضى. اشتريت بيتا عن طريق جايدنس منذ سنه ونصف، ومنذ اسبوع عرض علي ابو زوجتي ان نسكن بيت له في فلوريدا مؤقتا حوالي 5 سنوات الى ان يتقاعد بشرط دفع الكهرباء والاساسيات، يعني تقريبا بدون مقابل. وذكر لنا انه ان لم يستطع بعد بيع هذا البيت بعد تقاعده فهو مستعد ان يبيعه لنا. سؤال: هل يجوز لي تاجير البيت الذي اشتريته من قبل مع جايدنس خلال المده التي اسكن فيها في فلوريدا ان شاء الله، وبهذا يكون الشخص المستاجر عندي دفع قسطا كبيرا في البيت فابيع البيت حينئذ واشتري بيتا اخر مع ما جمعته خلال هذه المدة؟ لقد ذكرتم في فتاوى سمعتها أن البيوت عن طريق الجايدنس تشترى عند الحاجة، وقد فعلت هذا قبل 1.5 سنة، لكن أنا الآن محتار بين بيعه ربما خسارة بعض المال إن لم أتمكن من بيعه بالثمن المناسب، أم تأجيره؟ تأجيره يساعدني على جمع المال. يا عبد الله أجره ولا حرج، البيت بيتك والقرار قرارك، لك أن تنتفع به سكنا أو تأجيرا أو على أي نحو من أنواع الانتفاع المباحة، القصة الطويلة كلها لست في حاجة إلى إيراد تفاصيلها. نعم يجوز لك بينما تقيم ما حماك في فلوريدا أن تؤجر البيت الذي تملكته من قبل وأن تنتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع المشروعة، بارك الله. أعتقد إخوتي وأخواتي أنه قد امتد الحديث في هذه الحلقة أكثر من الوقت المقرر لها، لم نأتي على كل الأسئلة لكن أتينا على جملها وعلى معاقدها، نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم.